Frente a la violencia y la represión, el diálogo y el acuerdo deben caracterizar el nuevo ciclo. حركة الإيتا الباسكية الانفصالية تلقي السلاح وتعلن رسميا تخليها عن أي عمل مسلح يهدف إلى تحقيق استقلال إقليم الباسك عن إسبانيا. هذا ما أعلنت عنه المنظمة أمس الخميس بعد نزاع دام لأكثر من 40 عاما. رئيس الحكومة الإسبانية خوزي لويس زاباتيرو حيما أسماه بفوز الديمقراطية إثر هذا الإعلان، فيما يقول مانويل خيمينيس لاراس ابن السياسي السابق مانويل خيمينيس أباد الذي قتلته الإيتا عام 2001، يقول إنه سعيد لأن الإيتا لن تتسبب في أحزان وآلام أخرى لأي عائلة إسبانية مماثلة لتلك التي عشناها والتي عاشتها العديد من العائلات التي قتلت الإيتا أحد أفرادها. أما عن أسباب اتخاذ الإيتا لهذا القرار، يقول لاراز إنه يأتي نتيجة للمجهودات التي بذلها المواطنون الإسبان لوقف أعمال العنف التي قامت بها هذه المنظمة، والتي باتت تدرك اليوم أن أشياء كثيرة تغيرت وأنها تعيش في أوروبا معاصرة يتم فيها الدفاع عن الأفكار في البرلمانات وليس عن طريق السلاح. إعلان الإيتا عن وقف عملياتها العسكرية بشكل نهائي تزامن مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في 20 من تشرين الثاني المقبل، والتي تشير التوقعات إلى تقدم المعارضة اليمينية فيها.